وننتقل مباشرة للاطلاع على آخر التطورات وما يتعلق بالمصالحات الحاصلة في ريف دمشق مع موفد الإخبارية السوريه ربيع ديبة. تحية لك ربيع. نعم، تحية لك سنة. أهلا بك. نبدأ ربيع بالمعلومات عن تسوية في خان الشيح، ماذا عن بنودها؟ نعم سناء، حتى اللحظة يعني كما أفادت مصادر من داخل خان الشيح لم يخرج أي مسلح باتجاه إدلب. اكتملت عملية يعني تسجيل القوائم الإسمية خلال ليلة أمس، العدد المقدر تقريبا بحدود 1200 إلى 1300 مسلح مع عائلاتهم، هم 600 مسلح إضافة إلى العائلات. أيضا اكتملت عملية تسليم السلاح الثقيل داخل بلدة خان الشيح وأيضا السلاح المتوسط. المسلحون سيخرجون فقط بالسلاح الخفيف والمخازن دون أي ذخيرة باتجاه إدلب. طبعا يتم الآن تسجيل القوائم الإسمية للمسلحين الراغبين بتسوية أوضاعهم. يعني عموما بشكل عام يعني العملية بدأت تتجه نحو خواتيمها فيما يتعلق بملف خان الشيح. يضاف إلى ذلك أن المجموعات المسلحة سلمت يعني مساء أمس عدد من الأسرى، أسرى قد يكونون من الجيش العربي السوري أو أسرى مدنيين، لم نحصل على معلومة دقيقة عن العدد أو صفات الأسرى لكن سلموا إلى الجيش العربي السوري. إضافة إلى ذلك أن موضوع المدنيين داخل مخيم خان الشيح والذين يزيد عددهم عن 3000 مدني وهو حسب مصادر أهلية من داخل مخيم خان الشيح سيبقون داخل المخيم. المخيم لم يتعرض لدمار كلي بل تعرض لدمار جزئي نتيجة العمل العسكري وتطويق معاقل المسلحين ودفعهم لعملية التسوية. هناك 3 مجموعات أساسية هي أكناف بيت المقدس وأحرار الشام وفتح الشام، بمعظمها ستنتقل إلى إدلب. أما بما يرتبط بالقرى المحيطة في هذه المنطقة من الغوطة الغربية، وهنا أتحدث عن زاكي وأيضا كناكر والطيبة وبيت ثابر وبيت تيما، كل هذه المناطق أيضا هي خاضعة لعملية التسوية. يتم الآن وضع اللمسات الأخيرة لتسليم هذه المدن والبلدات يعني من الغوطة الغربية، وهي تعتبر آخر معاقل المسلحين. بالتالي في ذات النقطة، ما الذي سيحقق ذلك بالمعنى الميداني إتمام التسوية في خان الشيح، خاصة أنك تحدثت أيضا عن القرى المحيطة بها فيما يتعلق بنظرة شاملة للغوطة الغربية؟ نعم، إذا تم يعني اكتمال، وهي طبعا حسب معلومات للإخبارية أن الموضوع يعامل يعني بكتلة واحدة، خان الشيح والقرى المحيطة بها وعددها بين 7 إلى 9 قرى، وصولا إلى منطقة سعسع والحدود الإدارية بين القنيطرة ودرعا وريف دمشق. إذا ما انتهى هذا الملف خلال هذا الأسبوع نستطيع إعلان الغوطة الغربية بكاملها محررة وهي تحت سيطرة الدولة السورية وبسط السيادة من قبل الجيش العربي السوري، وهذا ما سيؤثر لاحقا على موضوع الغوطة الشرقية. ولكن إذا انتقلت سناء أيضا للحديث عن الريف الغربي من دمشق، وهنا أتحدث عن وادي بردة ومدينة التل، هناك تطورات أيضا حاصلة خلال اليومين الأخيرين فيما يتعلق بمدينة التل التي تعتبر ثاني أكبر مدينة في ريف دمشق بعد مدينة دوما، والتي كانت تعتبر أهم المعاقل المسلحة للتنظيمات المسلحة. خرجت مظاهرات شعبية عارمة خلال اليومين الأخيرين، كان هناك ضغط شعبي يعني على المسلحين لإقناعهم بالخروج من المدينة، وبالفعل تم أمس دخول وفد مصالحة وعقد يعني حوار بين ممثلين عن الدولة السورية ووفد المصالحة، وتم الاتفاق يعني أو الوصول إلى اتفاق مبدئي يقضي بإخراج المسلحين. طبعا حصلنا من وفد المصالحة على يعني عدد من البنود التي يضمها البند الأول، يتعلق بإخلاء مدينة التل والتي يبلغ عدد سكانها 600,000 نسمة بالكامل من المظاهر المسلحة والمسلحين. البند الثاني نقل يعني المسلحين باتجاه إدلب، العدد يتراوح بين 600 إلى 800، لم يحسم حتى اللحظة إن كانوا مع عائلاتهم سيضاف العدد فوق 1000. البند الثالث يتعلق بمعالجة وتسوية أوضاع ما يقارب بين 4000 إلى 5000
ممن تورطوا بحمل السلاح والمتخلفين والمنشقين أو المطلوبين للجهات الأمنية سيتم تسوية أوضاعهم بموجب مرسوم العفو الصادر عن رئيس الجمهورية. إضافة إلى ذلك سيتم إعطاء فرصة للمتخلفين عن الخدمة العسكرية بعد تسوية الملف لمدة 6 أشهر للالتحاق بقطعاتهم، وهذا ما تم الاتفاق عليه. إضافة إلى ذلك والبند الأخير هو تشكيل لجنة من أهالي مدينة التل يكونوا يمارسون دور الرقابة وحفظ الأمن ريثما تدخل مؤسسات الدولة، وعددهم بحدود 200 شخص. يعني هذه المرحلة الانتقالية قد تدوم بين أسبوع إلى أسبوعين. سيتم ستكون المهام مهام حفظ الأمن منوطة بهم ريثما يتم تنفيذ الاتفاقية البنود الخمسة بالكامل. بعد ذلك تدخل مؤسسات الدولة ممثلة ب رئاسة مجلس البلدي لمدينة التل، إضافة إلى عودة مقر الشرطة أو الأمن الداخلي إلى المدينة، وبعد ذلك تعلن مدينة التل بالكامل تحت سيطرة الدولة السورية وتعود إلى سيادة الدولة السورية. إذا انتقلت إلى آخر المعلومات التي وردت. فقط فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقين، نتحدث عن التل، نتحدث عن خان الشيح، هل من معلومات عن التوقيت؟ حتى اللحظة هناك تكتم شديد على موضوع خان الشيح وأيضا مدينة التل. لم يسمح للإعلام حتى اللحظة بالذهاب وتغطية أو توثيق الأحداث هناك، هذا حرصا على نجاح الاتفاقية. كما أفادتنا المصادر الميدانية أن الموضوع بالغ الحساسية خاصة خان الشيح ومحيطها وأيضا التل. حتى بعض المصادر كانت قد تحدثت أن المسلحين هم من طلبوا عدم مرافقة أو تغطية الإعلام لظهورهم نتيجة حساسية الموقف، وهم لا يريدون ظهور وجوههم أثناء عملية الانتقال إلى إدلب. لكن بشكل عام إذا تحدثنا عن الوقت، مصادر متقاطعة إن كان من مصادر تابعة لوفود المصالحة وإن كان مصادر أهلية خاصة من داخل خان الشيح، أفادتنا أن اليوم أو غدا صباحا على الأكثر ستخرج الدفعة الأولى. من المقرر خروج 3 دفعات تباعا من خان الشيح، ستتم خروج الدفعة الأولى خلال اليوم أو غدا صباحا على الأكثر. أما موضوع مدينة التل فأن موضوع الوقت حتى اللحظة توضع اللمسات الأخيرة على موضوع تسجيل القوائم الإسمية، لكن خلال الخبرة الماضية في موضوع المصالحات أو التسويات، إن كنا نتحدث عن دارية أو قدسية والهامة، عندما يبدأ تسجيل أولا تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بعدها بيومين يتم تسليم القوائم الإسمية لمن يرغب بتسوية أوضاعه أو الانتقال، بعدها بيومين على الفور يتم عملية النقل. نستطيع أن نقول أن التطور الأكبر في ملفي التل وخان الشيح سيحدث على الأغلب كما هو مرشح خلال الأسبوع القادم، وهي عملية نقل المسلحين، وبعد ذلك كل الأمور تكون محلولة وتعود سيطرة الدولة السورية إلى خان الشيح ومدينة التل. أخيرا ربيع، لو نجمل التطورات الميدانية الحاصلة في ما يتعلق بالغوطة الشرقية. محور الغوطة الشرقية بدأت العمليات القضم التدريجي والتي استمرت منذ 6 أشهر، عمليات القضم التدريجي للمساحات داخل الغوطة الشرقية. كما تعلمين سناء، مساحة الغوطة الشرقية تمتد بحدود 40 إلى 60 كيلومتر، تسيطر عليها المجموعات المسلحة، لكن الطوق الذي وفره، طوق الحماية الذي وفره الجيش العربي السوري ابتداء من البادية ودفع المجموعات المسلحة للانحسار داخل مسرابة والشيفونية ودومة وجوبر وزملكة وعربين، وهذا الطوق الممتد حتى جهة أوتستراد حرستا ومخيم الوافدين، هو ما بدأت عملية القضم إلى الداخل. ومحاولة الجيش منذ أسبوعين التقدم في مزارع ريحان التي تبعد عن دومة بحدود 2 كيلومتر، إضافة إلى حوش نصري وحوش الفارة والتي تبعد عن الشيفونية بحدود 4 إلى 6 كيلومتر وتبعد عن دومة بحدود 2 كيلومتر أيضا. نستطيع الحديث أن عملية القضم التدريجي والسيطرة على مناطق حاكمة تهدف إلى شيئين أساسيين، وهو حسب الخطة المتبعة في ريف دمشق. الشيء الأول هو السيطرة على مناطق حاكمة و قطع خطوط الإمداد القصيرة التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية، وبالتالي شل تحركاتهم داخل الغوطة الشرقية وانحسارهم باتجاه المعاقل الأساسية داخل الأحياء، وبالتالي تحقيق هذه السيطرة النارية يؤدي إلى التضييق أكثر فأكثر على المجموعات المسلحة. والشيء الآخر هو
الدفع في مراحل لاحقة وخلال الأشهر القليلة القادمة إلى يعني دفع المجموعات المسلحة إلى طلب التسوية وعقد تسويات شبيهة بالذي حدث في الغوطة الغربية. أشكرك على كل هذه المعلومات موفد الإخبارية السورية ربيع ديبي، شكرا جزيلا لك ربيع على كل المعلومات التي وفيتنا بها. ينضم إلينا